بعد إلقاء النظرة الأولية عليها، تعطيك سيارة سيات ليون جديدة طابع السيارة المعاصرة بذوق إبداعي راقي، مما سيضفي عليها لا محالة رونق الجاذبية التي ستأخذك معها إلى كل مكان، تاركا لنفسك حرية الاختيار وتاركا للسيارة حرية التنقل. الانسيابية في الخطوط الجانبية واضحة للغاية، فهي سيارة لا يمكن أن تخطئ موعدها مع عالم الرياح، ومصداتها الأمامية والخلفية تعزف معها على نفس السيمفونية الإسبانية. الركاب في السيات الجديدة لهم اعتبار خاص انطلاقا من السائق للراكبين الآخرين. لوحة القيادة بتصميم جديد مريح ومن حيث الولوجية سهل ومتحكم فيه. شعار السيارة حسب مصنعيها الأمان والسلامة. وير سيات ليون الجديدة كليا مع مراعاة قيود العالم الحقيقي. تتضمن المحركات المتاحة الآن 3 متغيرات مكهربة لمزيد من الكفاءة. يتوفر الجيل الجديد المضغوط في إصدار البنزين TSI والديزل TDI والغاز الطبيعي المضغوط TGI والهجين الخفيف ETSI والهجين الهجين الإضافي E-Hybrid. تم تصميم كل واحد لتقديم أعلى مستويات الإداء والمعالجة، بحيث يمكن للعملاء اختيار النموذج المناسب مع المحرك المناسب والقدرة على تلبية احتياجاتهم الخاصة. تستفيد النماذج المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيكي DSG الآن من تقنية تغيير التروس الإلكترونية. في حالة عدم وجود أي اتصال ميكانيكي بين المحدد وناقل الحركة، تم تصميم النظام بحيث يتم إجراء تغييرات التورس عن طريق أدوات التحكم الإلكتروني. بالإضافة إلى الإعدادات السابقة لوضع قيادة، فهنالك الاقتصادي والعادي والرياضي، ويمكن للسائقين التكيف مع احتياجاتهم.